لكن فتح معي صفحة الفيسبوك، خلينا نروح عن صالات السينما اللبنانية مع غيدة نشوف شو في عنا من أفلام. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الفانتسي The Dark Tower عن رجل عم بيحاول يحمي البرج اللي بشكل ضمان للكون، وبالتالي بتعرض لحرب بين الخير والشر مع إدريس ألبا وماثيو ماكونهي. Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? وفيلم الأكشن Six Days. أحداث الفيلم بتصير سنة 80، وقت اللي بيدخلوا رجال مسلحين إلى داخل السفارة الإيرانية بلندن وبيحتجزوا كل اللي بداخلها كرهائن مع مارك سترونغ وجيمي بيل. وفيلم الحرب The Wall عن جنديين أمريكيين ما بيفصل بينهم وبين أناس خطير إلا حيط غير ثابت مع جون سينا وأرن تايلر جونسون. The rifle is an extension of me. 1, 2, 5, 1, 2, 5. And I strike you down. I know where you are now. إذن اليوم عرفتكن على طرق عدة حول العالم كيف بيستقبلوا الضيفية بعاداتهم وتقاليدهم، وكانت القمة يعني أكثر ثلاثة طرق ترحيب بالعالم هي إنه تخيلوا بالفلبين بيمسكوا إجر الضيف وبيمرقوها على جسمهم، شغلة تانية بسان ريمو، سان ريمو بيمزقوا بالإيد وبيمرقوها على خد الضيف، بعد في وين؟ شو هذا؟ اللحية. لحية بوين دخلك؟ بنيوزيلندا ولا وين؟ ما بدنا نخربط، ما بدنا نضيع بالتقاليد. بالتبت، بالتبت نسينا انه بالتبت بمدوا لسانهم. بالتبت بمدوا لسانهم، يعني في رحب فيك، عفوا ما رح اعملها لكم، رح اعملها للشيف. مرحبا شيف، اهلا وسهلا فيك. بعالم الصباح سالت انتم كيف ترحبوا بضيفكم؟ صابرين طالب هابي بيرثدي بالاول، انت متابعه دائمه لبرنامج عالم الصباح ومنحييكي صديقة لنا، بتقلنا صباح الورد للكينج جوزيف وللشيف. هلا بتكتب لي زوزو بس انا عم بقول جوزيف، يعني زوزو بحس حالي كتير عم بتغنى جزيادي. وللشيف حسين نورتو وكل الكادر طبعا، شكرا شكرا لك. صابرين من العراق، انتو تعالوا على العراق وبتعرفوا الطريقة، كتير مبسوطة انه السنة الماضية وهالسنة انتو تكونوا على الهواء بيوم ميلادي، ينعاد عليك. تمارك ليلات صباح الخير جوزيف، صباح الخير عالم الصباح. بتستقبلوا بيستقبلوا بضحكه، ومثل ما بتعرف عنا بلبنان ثلاث بوسات واهلا وسهلا نورتونا وهيك مزبوط ثلاث بوسات. نهلا حمد صباح الخير، انا والله في ضيوف بس اشوفهم بيفرح قلبي وبطير من السعاده، وجوههم بنط كله وجه كله ايجابي وطاقه ونور، وفي ضيوف في عندهم طاقه سلبيه لو بايدك تسكر الباب بوجهه. مزبوط ريتا تايجر، بس ما بسكر الباب، انا بحاول اجيب الايجابيه. صباحك يخطف من الشمس ضياها، وأمل يمحو ألم القلب، ومن سواها دع نسمات الصباح الجميلة تخاطبك بحلو الكلام وتهمس لك عبق أسرارها. صباحك عطر يا شذا كلماتي، بستقبله بأهلا وسهلا وأكيد كرم الضيافة. أنا بحب الضيوف بتحس معهم أنه الحياة حلوة وأنه لسه العالم بتحب بعضها وبتتذكر بعضها. نهارك سعيد ونهارك يا ريتا، شكرا على الكلام الحلو. ما تزيدوا ليتش صباح الخير لك وللشيف بالجزائر، ناخد الضيف بالأحضان ونبوسه 4 أو 6 بوسات تخلص الزيارة، وعبارات الترحيب والسؤال عن الحال وبعدين بنكرمه. مزبوط، يعني في تكريم كتير حلو دايما بيكون بكل المغرب العربي. زينب أنجل صبحية، بعد هالسلامات والبوسات اللي حكيت عنهم ما في حكي، ضحكتنا من الصبح من دون مراية. سلام للشيف حسين، الله يهنيني، اكيد بنرحب بالضيف وسلام مع 4 بوسات. ما راح اوقف، بدي اكمل. زينب سيد احمد، نام شاف، نام نام اصلا خلص، ومرحب فيك، ها برحب فيك على طريقه سان ريمو. زينب حداد شو هالاسئله؟ يعني ولا مره سالت؟ اوكي، ما حبيت السؤال زينب، على راسي زينب، يعني بدك تحاولي قد ما فيك تفتشي على سؤال حلو وتجاوبين عليه. زينب سيد، احلى بونجور، احلى صباح الخير لك جوزيف ولا شيف حسين نورتو تي في، والف مبروك لشيف حسين. بالنسبه كيف نستقبل الضيف، شو بنقول له نحن ببعلبك
فأنا بدعيك أنت وأسرة المستقبل لزيارة لعنا. بنعرف كتير ترحيب أهل بعلبك يا ستنا. طبعا بعلبك وعلى غادة من إيدي عمي اللي هو شاف عند الملك مغرم بسعودية. بيشرفنا هالشي وبتحكم بنفسك كيف بنستقبل. أنا بعرف كتير منيح أنه بتستقبله بطريقة كتير حلوة. كليوباترا العراقية تحية لألك، بتستقبل بالقلوب والتحية. زين كينج الضيف لازم نستقبله بالترحيب وأهلا وسهلا. صباحك الخير جوزيف للشيف، زواج مبارك وسعيد حسب الضيف، وصلة المحبة اللي بتربطنا فينه بكل البلدان وهي نفس الطريقة بس اختلاف لهجات أو كلمات. سلام وحضن وبوسات ونهاركن سعيد. نهار سعيد لكل المشاهدين. أنا بتمنى أنه تكملوا معكن معنا نهاركن بشكل حلو. اليوم استثنائيا نحن بنختم على 12:30 بتوقيت بيروت لطبعا نقل وقائع صلاة الجمعة مباشرة من مكة المكرمة. رح نروح على ورشة ملح عند الشيف حسين. لا جوزيف بعد قول له شي ثلاثة كومنت بعد. خذ لي وقت بعد. خذ لي بعد وقتي. ما تتحدانيش. صباح الخير والتحية الطيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. انا هيك بدي اشكر كل اللي كتبوا لنا كومنت كمان على الفيسبوك، وان شاء الله عقبال العزابة والمتجوز عقبال فرحة عرسانه. طيب اليوم في عنا ثلاث وصفات كتير طيبين. البقلاوة محضرة بطريقة بيتية كتير طيبة وكتير سهلة، حضرناها بتاني فقرة انا وياكم وفوتها على الفرن على درجة حرارة 180. اما عندي الوصفة الثانية سمك بالبطاطا، كمان السمك بالبطاطا بالفرن تركينها لحتى تستوي. وفي عنا كمان مطبق السمبوسك. مطبق السمبوسك عندي شرائح السمبوسك اللي هي من منتجات تونس فود، وايضا في عنا لحمة مفرومة، جبنا لحمة مفرومة خشنة. بالاول خلينا نشوف المقادير للمطبق السمبوسك رح تمرق قدامنا على الشاشة. لكن حطيت قلاية على النار، حطيت فيها زيت زيتون، جبت لحمة خشنة، حطيت مع اللحمة الخشنة رشة قرفة وأيضا ورشة كزبرة. رح ضيف لقلها للحمة بعد من البصل الأخضر ورح نضيف من الكرات. لكن هاي المقادير قدامنا على الشاشة وعندي البصلات قدامي. لكن مشاهدينا في عندي بصل أخضر، بفرم البصل الأخضر بهالشكل مع الكرات، رح ضيف لها كمان من الكرات بيعطيها نكهة كتير طيبة. فيني حط كمان من الكزبرة الخضرة، ما عندي مشكلة إذا حطيت كزبرة خضرة، ولكن أنا ضفت كزبرة يابسة بتعطي نكهة كتير طيبة الكزبرة اليابسة مع هالوصفة. أوكي هيدي بالنسبة للبصل. نيجي بالنسبة للكرات. أوكي بدي أفرم كمان كرات، ضيفهم مع البصلات واخلطهم مع بعض. عندي الزيت حامي على النار بهالوقت. شو رح اعمل لحتى اكسب وقت بالفرن؟ ليكو شو رح اعمل، رح افرم البصلات وضيفهم فوق اللحمة، بس مش رح بلش لف بالسمبوسك لان في عنا وصفة الحلو بعد ما خلصت. عندي اللحمة الخشنة، بيجي بضيف لها الكرات وبضيف لها البصل الاخضر مثل ما عم نشوف. اوكي كمان برجع بحط رشه صغيره من الكزبره اليابسه، بخلطهم مع بعض مثل ما عم نشوف. هنشوف انا وياكم بهالشكل. وايضا شو رح احط معها؟ خليني افرجيكم. رح احط معها كمان بيض. اوكي ضفت لها بيض. بخلط اللحمة مع البيض مع البصل وأيضا مع الكرات، رشة كزبرة، رشة فلفل أسود وأيضا رشة ملح صغيرة، أخذنا نكهة وأيضا مذاق كتير طيب. هلا هون طبعا في طريقة تانية بنحط معها لبنة طبعا لحتى تكمش مع بعض، بس بتختلف كل الطريقة غير. بنصير بدنا نعمل بصل مع لحمة مع قرفة مع بهار حلو مع صنوبر، هاي حشوة تانية. الحشوة رح حطها على جنب. هلا شو رح حضر؟ رح اجي مثل ما خبرتكم لوصفة الحلو. طيب وصفة الحلو منجيب شريط. اوكي رح جيب شريط. عندي حليب سائل. لكن مشاهدينا
الحشوة للبقلاوة. عندي حليب سائل. عندي زيت نباتي. لكن عندنا حليب سائل، زيت نباتي، في عندي كمان سكر. خلينا نشوف كمان مقادير وصفة الحلو البقلاوة على الشاشة. عندي بيض، وأيضا في عندي فانيل سائل. أوكي، بخلطهم كلهم مع بعض مثل ما عم نشوف كيف عم بخلطهم، البيض مع السكر مع الفانيل مع الحليب السائل، كلهم بخلطهم بهالشكل. ورح اجي على الصينية. اوكي، ليكو شو في عنا بالصينية. هيدي العجينة اللي فوتناها على الفرن على حرارة 180، بعد ما عجينة البقلاوة حشيها بالفستق وباللوز. اوكي، هيدي الحشوة رح احطها على الوجه، بنحطها على الوجه بهالشكل. اوكي، وبدي فوتها على الفرن كمان، بخليها على درجة حرارة 180 لحتى تستوي. ما بتصدقوا قد ريحة السمك كتير طيبة اللي هي طالعة من الفرن، اللي حاطين لها كزبرة، حاطين لها كمون، بابريكا، فلفل أسود، رشة ملح، أخذنا نكهة كتير طيبة مع البطاطا. بس ولكن بعد ما خلصت رح شيلها من الفرن أنا وياكم ونضيف لها الوصفة. بدنا نحط لها كمان زبدة ونرجع نردها على الفرن. لكن خلينا نشوف نشيل الصينية. صينية السمك بالبطاطا شلناها من الفرن. في عنا طريقة تانية لهالوصفة رح خبركن عنها. بحط على الوجه زبدة، لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا ضيف زبدة على الوجه، او فيكن تحطوا من الزيت النباتي، بس كلنا بنعرف الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة. اوكي، رح ارجع اردها على الفرن انا. اوكي، لكن ردينا الصينية على الفرن، وهلا صار الوقت انا وياكم لحتى نبلش بالسمبوسك. بعد ما كنت محمي الزيتات عندي على النار، طبعا صار حامي الزيت ونطرنا الزيت لحتى نحط فيه السمبوسك. قبل ما بلش بالسمبوسك حطيت بيضة، رشة ملح صغيرة، وخلطتها مع بعضها. خلينا نشوف البيض قدامنا كيف مخفوق، طبعا لحتى سكر فيه العجينة. هاي البيضة قدامي، وهاي الحشوة قدامي، وهاي شرائح السمبوسك من منتجات تونس فود كمان قدامي. بحطها اللحمة بهالشكل. اوكي، بلفها بهالشكل، عم نشوف، برجع بلفها كمان بهالشكل، برجع بلفها مثل ما عم نشوف كيف عم لفها متلتي قدامنا على الشاشة. كمان بضل ابرمها تلتها من كل الميلات، بجي بسكرها آخر شي بالبيض من هون. لكن مشاهدينا منسكرها، أو فيني سكرها، طبعا فيني سكرها بالطحين والمي. صارت جاهزة عندي الحبة، دغري بجيبها على القلاية. هون بقول لك كل المشاهدين، طبعا فيني هالسمبوسك أنا شو أعملها، فيني حطها بالتلاجة واستعملها بس يكون في عندي عزايم، بس يكون في عندي حفلات شيلها من التلاجة واستعملها. يعني فيني خليها شهر او اثنين او ثلاثة بالتلاجة، بس هون المهم يضل عليه، يضل في كهرباء على البراد ويضل داير البراد. اذا طفى البراد طبعا السمبوسك رح يحل التلج عنا، تنتزع، بصير بدنا نكبها او نشيلها نقليها دغري. رح خبركن اكثر واكثر واكثر عن السمبوسك بالتفصيل بعد البريك. خلينا نروح نهويكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.